أنا قاعدة أعيد التدوير المواد المستهلكة من مواد بلاستيكية، من كرتون، من اسمنت، من مواد إعادة البناء، أفعلها في أعمالي، فأركض ورا واحد واحد في البيت عشان يحاول يجاوب معاي، وأحط له بوكسين، هذا للرمي وهذا مش للرمي. أنا اسمي هدى جاسم نويس، درست إدارة الأعمال في أمريكا ما يقارب من 18 سنة. كانت أول دورات لي في أعمالي اللي هي نعتبر نقول البسيطة في مركز مجمع الثقافي في أبوظبي. انتقلت من العيش من الإمارات إلى أوروبا ما يقارب ما بين 8 سنوات، بعد مشاركتي في فعاليات كانت خاصة بين المجموعة الدبلوماسية اللي كنت عايشة معاها في أوروبا، كان من ضمنها ملف حماية البيئة، حبيت أكثر، لقيت إنه very interesting، وايد موضوع حلو إن الواحد ممكن من خلاله يطور الفكرة عنده. أنا بحاول أشتغل على موضوع مواد صديقة البيئة، اللي هي مثل المواد البلاستيكية، اللي هي مثل المواد اللي قائمة بمادة السيليكون، مثل السيليكون كاب أو مواد مزيلة المكياج. عندنا مواد صديقة البيئة، نحن اليوم في الثانية الواحدة نستخدم 1,000,000 زجاجة بلاستيكية في العالم، هاي الثانية الواحدة، فأنت قاعد تأخذ 10% فقط من إعادة التدوير في هذا المبلغ أو في هذا الرقم. الإمارات قاعدة تستهلك في اليوم الواحد 4,000,000. نجحت معاي فكرة المكنة اللي أنا جبتها من فرنسا ولله الحمد، عرفت أدخلها البلاد وأخذ وكالتها. اليوم الحمد لله في تجاوب كبير معاها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، يعني عندك هذا العمل مثلا من أعمالي اللي هي مميزة وحبيبة على قلبي، حبيت فيها رسائل كانت شوية مختلفة، إنه يعني ترى هي تجمعنا كلنا، مش أنا وإنت ولا إنت لحالك، لا هي تجمع كل العالم في كف واحدة. فكرة تأسيسي لهذا المكان هي جت بعد غياب، لقيت إن أنا المفروض إن أنا أحاول أوصلها في الوقت المناسب، قررت إني أفتح المكان. كان المكان مغلق لسنوات بعد غيابي، حاولت أخلق منه حياة بعد ما ماتت في الحياة، كان مستودع فسويته بشكل خاص. نحن اليوم مسؤولين، سواء كنا فنانين ولا غير فنانين، شو ما كانت المهن لكل فرد في هذا المجتمع، إنه هو عنده مسؤولية نشر ثقافة حماية البيئة وتوعية الأولاد، توعية الأجيال، توعية الناس حق مدى أهمية هذا الملف.